استقبلت مؤسسة الضمان الاجتماعي 30,000 طلب لعمال مياومة للحصول على الدعم. مدير الإعلام في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال إن المؤسسة ستبدأ غدا بتوزيع الدعم العيني على مستحقيه سواء كبار السن أو عمال المياومة، مستعينة بالقوات المسلحة لإيصال الدعم إلى بيوت المستفيدين. وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة تستهدف الوصول إلى 100,000 أسرة يعيلها عامل مياومة أو لديها كبير في السن. للمزيد من التفاصيل انضم الينا الناطق باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي السيد موسى الصبيحي. سيد موسى، اهلا بك. بدايه سنتحدث عن الاليه اذا سمحت لي، اليه التوصيل، ومن ثم ساعود بك الى الارقام والحد الاعلى الذي ستقومون به باعاله هذه الاسر من عمال المياومه او حتى كبار السن. اليه التوصيل بالتعاون مع القوات المسلحه كيف ستكون من مؤسسه الضمان باتجاه البيوت والمنازل؟ شكرا لكم أخي عبد الله. الحقيقة طبعا إحنا منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة وما قبلها أيضا العائلات التي تحتاج إلى إعانات مادية أو عينية، قمنا بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتجهيز عدد كبير من الطرود الغذائية تحديدا، وفيها المواد الغذائية الأساسية اللي ربما تكفي بعض الأسر المعيارية اللي عددها من 4 إلى 5 أشخاص لمدة ربما تصل إلى شهر. الحقيقة هذه المبادرة هي أولا وقبل كل شيء بحب أكد أنها تنفيذ لأمر الدفاع الأول اللي أصدره دولة رئيس الوزراء والمتعلق بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومن ذلك كان في تخصيص لما نسبته 50% من إيرادات تأمين الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي لغايات تقديم إعانات، وهذه الإعانات قد تكون عينية ومادية، ومع تحديد خاصة التركيز على كبار السن والمرضى. وإحنا بالأمس سيد موسى إذا سمحت لي فقط في هذه النقطة، الدعم سيكون عيني ونقدي أم فقط عيني؟ لا، إحنا في المرحلة الحالية الدعم كله عيني، مواد غذائية، طرود غذائية، وتم الحقيقة التعاون والتنسيق الكامل مع المؤسسة العسكرية، مؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مشكورين أبدوا كل تعاون معنا وتنسيق من أجل تجهيز طرود غذائية جيدة جدا، حتى وأيضا إيصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية، مشكورين لإيصالها إلى البيوت مباشرة. يعني القوات المسلحة الأردنية بكوادرها هي من ستقوم بالتوصيل فقط؟ بالتأكيد طبعا، بوجود يعني مندوبين من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومشاركتنا، ومشاركة أيضا ربما بعض الجهات الخيرية أيضا سنستعين فيها في إيصال هذه المعونات، لأنه الأعداد كبيرة إلى حد ما. كما ذكرت في المقدمة نحن نستهدف في المرحلة الحالية ما يقرب من 100,000 أسرة أردنية ستصلها إن شاء الله طرود غذائية. طبعا إحنا دائما نوجه الرسالة لكل الإخوان المواطنين، كل الفئات المستهدفة، إنه يجب أن تكون من الفئات غير المقتدرة، حتى كبار السن ما بعد سن 70 أو الذين تجاوزوا سن 70، الشرط الأساسي هو أن يكون غير مقتدر. وأيضا ما يتعلق حتى بعمال المياومة، وهي مبادرة أطلقناها أمس من خلال إطلاق منصة إلكترونية بيكون فيها التقديم للإخوة عمال المياومة اللي تأثروا ربما كثيرا خلال الأزمة الراهنة، لأنه ما عم بيشتغلوا، ما المطلوب؟ وعم يعملوا يوم بيوم أرزاقهم يوم بيوم. نعم، يعني ما المطلوب المبادرة. ما المطلوب من أي عامل مياومة سيد موسى يدخل على هذا الرابط؟ ما المطلوب؟ نعم. ما المطلوب منه؟ تعبئة الخانات، وكيف يتم التأكد الرقم الوطني وعنوانه ورقمه الهاتف، وأن يقدم من خلال الهاتف الخلوي الذكي، حتى يعني نحصل من خلال ذلك على الموقع اللي هو لوكيشن أين يقع سكنه حتى تصلوا إلى بيته هذه المساعدات. طبعا سيكون هناك تحقق، كل المعونات أو الإعانات التي ستقدم من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي هي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهناك تحقق من مدى الاحتياج ومدى ضرورة الاحتياج لهذه الأسرة أو تلك أو لهذا العامل أو ذاك من خلال التنسيق مع السجل الوطني الموحد الموجود لدى صندوق المعونة. نعم. الوطنية. لابد أن نتأكد أن هذه الإعانات تذهب إلى المحتاجين، إلى مستحقيها تمام. نعم، لنفصل ونوضح للمشاهد وخصوصا عمال المياومة وأصحاب الأسر ومن تجاوز سن 70. أولا الطرود الخيرية، طرد واحد لكل عائلة سيكون، وماذا يشمل هذا الطرد من مواد تموينية؟ يعني هو يشمل طرد، طبعا هو لكل عائلة طرد، لكن إذا احتجنا أن يكون هناك أكثر من طرد حسب الحالة لا مانع من ذلك. الطرد يشتمل على المواد الغذائية الأساسية كاملة، يعني المكونات كثيرة جدا ربما تصل إلى 30 مكون. طبعا بالتنسيق كما قلت مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بنوعيات جيدة جدا،
وكافية، وبعضها يعني يصل ربما تكفي لمدة تصل إلى شهر تقريبا للأسرة، كما قلت الأسرة المعيارية اللي هي أعدادها ما بين 4 إلى 5 أفراد. طبعا الموضوع لا يقتصر على فقط من هم ممن تجاوزوا سن 70 أو عمال المياومة، لا، من الغد أيضا سيكون هناك توزيعات بعد أن انتهت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية من تجهيز عدد ربما يكون بالآلاف الآن من الطرود، سيتم توجيهها بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى العائلات المحتاجة في مختلف مناطق المملكة. السيد موسى سريعا إذا سمحت لما يتبقى وقت، ولكن سؤال مهم، هل سيكون هناك توزيع لدعم مادي في المرحلة القادمة، نعم أو لا؟ حاليا لا يا سيد. شكرا لك، أشكرك على كل هذه التفاصيل، الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد موسى صبيحي، شكرا جزيلا لك.